الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى، عن أحداث النهاية وعن الساعة وعن علامتها وعن أشراطها، بل وتحدث عن الملاحم والمعارك التي ستقع بين يدي الساعة، بل وذكر الملحمة الكبرى والمعركة الحاسمة الفاصلة التي ستقع بين يدي الساعة أو في آخر أيام هذه الدنيا، بل ووصف النبي صلى الله عليه وسلم مراحل سير المعركة، وحدد عليه الصلاة والسلام أين تدور رحاها، وهو الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى. الرسول عليه الصلاة والسلام تكلم عن الواقع الذي يعيشه العالم الآن. نعم، سترون العجب العجاب، سترون في هذه السلسلة العجب العجاب. سأؤكد لحضراتكم بالدليل من كلام النبي الجليل صلى الله عليه وآله وسلم أن ما ترونه الآن بأعينكم وما تستمعون إليه الآن في وكالات الأنباء وعبر الفضائيات ونشرات الأخبار، قد تحدث عنه النبي المختار الذي لا ينطق عن الهوى. ستسمعون العجب العجاب